فيهم من الهجمات المسمومة من بعض القنوات ومن بعض الناس اللي كانت بتحاول تهاجمهم في البداية كمان الفترة اللي فاتت دي كلها. بص عبد الرحمن، اللي بيلعب في الاهلي او اللي بيشتغل في الاهلي لازم يتساوى عنده المدح والذم. يعني انت عشان تبقى تلعب في نادي او تشتغل في نادي بحجم الاهلي لازم تبقى عارف كويس قوي ان انت معرض لضغوط شديده جدا. الضغوط دي لو ما عرفتش تتعامل معاها هتبقى في خلل كبير في الشخصيه. الراجل اللي عنده ثبات رائع جدا بيبان في المؤتمرات الصحفيه، طبعا بيبان جدا في المؤتمرات الصحفيه، حتى باللقاء الاخير في المؤتمر الاخير في ماتش الوداد، يعني ده بيأثر بالايجاب ومردوده على اللعيب، فده مهم جدا ان يبقى عندك في عقليتك وشخصيتك وطريقه كلامك. يعني هي الموضوع مش تصريحات بتديها وخلاص، يعني والا مش هتبقى مسؤول بحجم نادي الاهلي. فالحمد لله رب العالمين، يعني برضو احنا موفقين جدا في مجموعه من الناس تشتغل اكتر بكتير جدا جدا ما بتتكلم، حتى لما تيجي تتكلم بتعرف تعبر كويس. مظبوط، حتى انا شايفه ان هو كمان المؤتمرات الصحفيه تحديدا بيبدا المباراه من المؤتمر الصحفي، يعني الماتش اللي فات ده كان في حرب شرسه من طبعا النقاد والصحفيين المغاربه، هم كانوا عايزين يعملوا معانا حرب نفسيه قويه جدا. الراجل بمنتهى الثبات الانفعالي كان بيرد وقلب الموضوع بالعكس، يعني انا حاسس ان هو بدا المباراه فعلا في المؤتمر الصحفي. يعني اكيد، يعني الحمد لله رب العالمين. وهل انت شايف ان هو بقى اهلاوي كده خلاص يا كابتن، اتطبع بطبعنا وبقى شارب من الفلسفه بتاعت النادي الاهلي معانا؟ يعني بص، برضه هرجع اقول الراجل لما دخل من اول يوم عنده سمات مهمه جدا ان انت تبقى تعرفها تناسب النادي الاهلي. يعني السمات دي كانت كويسه، الصفات اللي عنده كويسه. بعد شويه بالتاكيد الاجواء اللي بيعيشها والاحداث اللي بتمر عليه بشكل يومي، شغف الجماهير اللي عندك، الشغف الايجابي في كل بطوله. النهارده ايه انت نزلنا والله، واحنا نازلين من المطار، يعني حتى في المطار لسه نازلين في المطار، قال لي دي صوره ال 12 بقى. ده دي بقى طبيعه الجمهور الاهلي يا كابتن، احنا انا من دلوقتي ال 12 يا اهلي طبعا. يلا الحمد لله على كل شيء. طيب لو سالتك يا كابتن سيد، بطوله 2001 وحضرتك لعيب في البطوله دي ومشارك بقوه، وانا مش ناسي طبعا الهدف بتاعك المميز قوي قبل النهائي. الراجل ده في نفس التوقيت. ايوه صح. وفي النهائي كمان سان داونز والترجي، خلي بالك الفرقتين كمان لعبناهم السنه دي. ولا بطولة التسعة القاضية ممكن، ولا البطولة دي تختار أنه بالنسبة لك أقرب ليك؟ يعني والله كل بطولة لها مزاج خاص. يعني من البطولات اللي فرحت بها جدا جدا كانت التسعة، ودي بالتأكيد يعني، لكن فرحة التسعة برضو كانت فرحة استثنائية، لكن لها مزاج خاص. لكن دي كمان كانت من البطولات اللي هي فيها تعويض من ربنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي. طبعا ما شاء الله كابتن، انت 7 بطولات كلاعب وكمدرب يعني، والبطوله بتاعت 2001 دي كان ليك بصمه كبيره فيها، غير بقى وانت مدير كوره كل البصمات بتاعتك يعني. طيب اختم برساله يا كابتن بجمهور الاهلي، لجمهور الاهلي عن الدوري وعن المنافسات اللي جايه كلها للنادي الاهلي يا كابتن. اقول ان احنا عشنا اسبوع حلو قوي، يعني كنا محتاجينه جدا، يعني في مردوده باين جدا حتى في الشارع، في الاماكن اللي بتقعد فيها اصحابك، حوالي اهلك، قرايبك، الناس اللي بتتعامل معاهم في الشارع حتى بمختلف ميوله، يعني مردوده حلو جدا، اسبوع جميل جدا. لكن من يوم 18 ان شاء الله الرحمن هنبدا نتكلم بقى في الدوري، البطوله اللي غايبه عندنا بقى سنتين، خلي بالك بطوله افريقيا ما كانتش غايبه بقى لها سنتين، بقى سنه واحده بس. بطوله الدوري عندك غايبه بقى لها سنتين. مظبوط. مهم جدا يبقى العقليه دي ندخل بيها المباريات اللي جايه، عن اللعيبه نفس الكلام، يعني ما يبقاش في تريحه ولا في اعتماد على الغير، محدش يعمل شغلك غيرك، يعني ما تستناش ان في حد هيجي يساعدك، انت اللي بتعمل شغلك يعني. يعني كابتن سيد انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، وحضرتك دايما من الناس اللي انا بتفائل بيها في حياتي، دايما بيبقى ليك بصمه من كل مره بشتغل، سواء كان وانا مراسل او انا في قناه النادي الاهلي، واشتغلت مع حضرتك كمان بره، فانا بشكر حضرتك على المداخله الاكثر من رائعه دي، ويعني فعلا بتشرف بحضرتك جدا يا كابتن. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، التوفيق يا حبيبي دايما يا رب، دايما. ربنا يخليك كابتن. طيب دي كانت مداخلتنا مع كابتن سيد، ويعني فعلا الراجل ده من اميز مديرين الكره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي بالارقام بالمناسبه، يعني انا مش بتكلم باي حاجه تانية، كارقام لو عملنا احصائيات والحاجات دي كلها هنلاقي ان كابتن سيد من اميز مديرين الكره، ان ما كانش الاميز كمان اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. نروح للتقرير ده بقى عن مارسيل كولر ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم، انتظرونا.